ارقام مدربين منتخب مصر بعد رحيل حسن شحاته يا برنس. بوب برادلي يا برنس لعب 37 مباراه وكسب 23 مباراه وخسر في 8 مباريات وتعادلنا في 6 مباريات والمنتخب سجل 80 جون واستقبلنا 40 جون. المدرب الثاني شوقي غريب 10 مباريات والمنتخب كسب 4 وخسرنا 5 وتعادلنا مباراه واحده وسجلنا 12 هدف ودخل فينا 11 هدف. كوبر يا برنت 38 مباراة 19 فوز و12 هزيمة و7 تعادل والمنتخب سجل 49 هدف واستقبلنا 28 هدف. أجيري 12 مباراة وكسبنا 9 مباريات وخسرنا في 2 وتعادلنا في 1 وسجلنا 25 هدف واستقبلنا 7 أهداف. حسام البدري 10 مباريات وكسبنا في 6 وما خسرناش معاه وتعادلنا 4 مباريات وسجلنا 14 جون واستقبلنا 4 تجوان. كيروش 20 مباراة وكسبنا في 11 مباراة وخسرنا في 3 وتعادلنا في 6 مباريات وسجلنا 25 جون واستقبلنا 9 أهداف. ويا عيني إيهاب جلال 3 مباريات كسبنا مباراة واحدة وخسرنا 2 وطبعا ما لحقناش اللي احنا نتعادل معاه يعني ما فيش تعادلات وسجلنا جونين ودخل فينا 6 جوان. من بعدك وانا شايف الويل.